شحال من مرة في بداية السنة جلسوا لراسكم بلي خاصكم تنظموا حياتكم حيت جاتكم بلي مرونة بزاف، ولا شحال من مرة كتقولوا بلي بغيتوا ديروا شي حاجة ولكن كتقولوا مع راسكم لا ما عنديش الوقت؟ سلام، مرحبا بكم مرة أخرى، أو مرحبا بكم إلا كنتو جداد في القناة ديالي. سميتي رحاب وعندي 20 سنة، واليوم جيت نشارك معكم مختلف النصائح والطرق اللي كنطبق من أجل تنظيم مختلف المجالات ديال الحياة ديالي. أول نصيحة ديالي لكم هي إلا جاتكم شي فكرة بغيتوا ديروها ولا خاصكم تديروها، فأول حاجة خاصكم تديرو هي تكتبوها. العقل البشري غدار وما يمكنش لكم تسولوا عليه، لذلك فوقت ما تفكرتوا شي حاجة ولا جو سي با عندكم شي موعد، كتبوه في دفتر بلانر ولا في شي ابليكاسيون تليفون باش ما تنساوش. وانا شخصيا شنو كندير، كنمشي للتليفون ديالي كاينه واحد لابارتي فيها رابيل ولا ريمايندرز، وكندير فيها رابيل وكندير الساعة وكتوصلني النوتيفيكاسيون في ديك الساعة. وبعض المرات كنستعمل لي زالارم، لي زالارم كنستعملهم الا عندي شي موعد مثلا وخفت نتعطل عليه. الطريقة الثانية واللي هي معروفة جدا هي تو دو ليست. التو دو ليست هي واحد لا ليست اللي كتكتبوا فيها داكشي اللي خاصكم تديروا كل نهار. انا شخصيا شنو كندير وشنو اللي كنصحكم تديروه حتى نتوما هو فاش تبغيو ديروا تو دو ليست ديروها نهار قبل، من الاحسن في الليل. كوم سا كنعسو مرتاحين وكتعرفوا شنو النهار اللي الموالي، عارفين شنو خاصكم تديروا فيه، شنو هو لو بلانينغ اكسيتيرا. يعني ما كتخليوش حتى نهار بنهار وكتقول شنو خصني ندير اليوم. ثالث نصيحه ديالي لكم هي تخدموا في ان كالندري، ان كالندري كيعاونكم باش تكون عندكم واحد الفكره واضحه على السيمانه كامله كيفاش غادي تدوز، او ربما حتى الشهر كامل. يعني كتكونوا مستعدين نفسيا. انا بيرسونيلمون كنستعمل جوجل كالندر، حيت جوجل كالندر كيعاونني ندير واحد الحاجه اللي جد مهمه، وهي انه كنعطي لكل طاش الوقت ديالها. مثلا عندي واحد الحاجه من 10 ل 11 غنديرها من 10 ل 11. دونك فوالا، كان فريمون كنصحكم الا عندكم دي طاش تعودوا تديروا تحددوا لهم الوقت ديالهم، ماشي تقول اليوم غندير هذه الحاجه، حيت هكا غادي تعاونوا راسكم باش تحاربوا المماطله او بما يسمى procrastination. بالاضافه الى جوجل كالندر كنستعمل واحد التطبيق ولا بلاتفورم اونلاين سميتها نوشن. نوشن هي سيتون فوالا ابليكاسيون اللي كتعاونكم باش تنظموا حياتكم في مختلف المجالات ديالها. يعني فريمون اي حاجه تقدروا تفكروا فيها، قرايه، خدمه، ماكله، افلام بغيتوا تفرجوا فيها، جو سي با، سفر، اكسيتيرا. من قبل كنت كنستعمل ان بلانر لي عادي جونغ فوالا كلاسيك دفتر فيه لي دات، مي صافي بلوس دان موا كنستعمل هاد لابليكاسيون ولي فريمون فعاله جدا. ان شاء الله راه غادي نحط عليها فيديو مفصله لي باش نوريكم فيها كيفاش كنستعملها بالضبط، اي باش فوالا تعلموا ليها. النصيحه الاخرى ديالي لكم هي تحددوا الاولويات في حياتكم، يعني تعرفوا شنو هما الاشياء اللي عندهم الاسبقيه وهما باش تبداو. يعني you have to prioritize things. وحاجه اخرى اللي خاصكم تردوا ليها البال هي ديما حطوا في بالكم the right expectations، ماشي مثلا تمشيو ديك تو دو ليست اللي قديتو وتمشيو تعمروها بنيات في حاجه النهار فيه غير 24 ساعه. يعني ما تكثروش على راسكم، حيت الا كثرتو مثلا في ديك تو دو ليست فاش غادي تمشيو تشوفوها غادي تخلعوا وتقدروا ما تصدقوا ما دايرين حتى شي حاجه. يعني لي طاش فرقوهم على الايام، على مختلف الايام ديال الاسبوع، وهكذا غادي تلقاو راسكم باللي غادي توصلوا الاهداف اليوميه والاسبوعيه ديالكم. الطريقه الاخرى هي انكم خاصكم تخلصوا من الاشياء الماديه اللي ما بقى عندكم ما تديروا بهم، اوراق، دفاتر ما بقيتوش كتستعملوهم ولا عمرو ليكم، حوايج. في الحوايج مثلا راه كيتراكموا بزاف وكيعمروا البلاصه على والو. يعني الا عندكم بزاف ديال الحوايج علاش ما تعطيوهمش لشي واحد تصدقوه عليهم، ولا مثلا تبيعوهم على فلا.
ايضا ما تنسوش مره مره تمسحوا لي دوكيومون ديالكم في البي سي ولا التليفون، تصاوركم حتى هما حيت كيامروا البلاصه. و دونك فوالا مره مره يعاودوا يحيدوا، ماشي تخليهم حتى يعمروا عاد تبداو تحيدوا شنو نحيد شنو ما نحيدش اكسيتيرا. وما تنساوش ديما ديما يكون عندكم واحد الباك اب، يعني مثلا هاد لي دوكيومون ديالكم تكونوا ديجا مدخليهم في بلاصه اخرى، من الاحسن تكون اونلاين، مثلا جوجل درايف ولا جوجل فوتو بالنسبه للتصاور ديالكم. اعطيوا الوقت للناس اللي مهمين في حياتكم وما تهملوهمش، ولكن ايضا اعطيوا الوقت لراسكم وحددوا اوقات فراغ اللي غتكونوا فيها غير مع ذاتكم باش تراجعوا نفسكم، تديروا بما يسمى بسلف ريفليكشن. الا درتوا بحال هكا غادي تلاحظوا بلي حياتكم غادي تنظم اكثر واكثر، سورتو نفسيا حيت غادي تكونوا كتاخذوا قرارات اللي بعيده عن تاثير الناس الاخرين. So that's it guys. كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. إلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك شير اند سبسكرايب. سبسكرايب حيت إلا كيعجبكم بحال هاد الانواع ديال الفيديو فانتوما في القناة المناسبة. عن ما قريب ان شاء الله غادي يجيو فيديوهات قادمة اللي عندهم علاقة بالاورغانيزاسيون، برودكتيفيتي، اكسيتيرا. تيك كير.